هتبقى 60 جنيه هتبقى ب 60 جنيه 60 جنيه 65 جنيه 65 جنيه 55 جنيه 70 جنيه 40 جنيه 80 جنيه 90 جنيه 90 جنيه 95 جنيه 100 جنيه 55 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند مكتب المحترم. فيديو النهارده هيكون عن تيشرتات الولادي من اول بيبيهات لحد السن المحير. كل حاجه هنشوفها معانا النهارده في الفيديو بالاسعار جمله وقطاعي والمقاسات كمان. العنوان انا مصوراه في اخر الفيديو ازاي توصلوا بكل سهوله، وهسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق مثبت ورقم للتواصل طول عرض الفيديو. بس قبل ما ابدا الجوله لايك وشير لكل حبايبكم ونبدا الجوله على بركه الله. ازيكم يا احلى متابعين، احنا النهارده عند مكتب المحترم. العنوان بالتفصيل هيتصور اخر الفيديو. فيديو النهارده هيكون عن شتوي الاولاد الخروج من اول مواليد لحد السن المحير. لغايه السن المحير. تمام، ازيكي ايه الاول؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. هنبدا بايه معانا؟ هبتقلك بحاجه برضو خروج من اول ده اولادي. ده اولادي. انت في بناتي ولا كل اولادي؟ لا، في بناتي وفي اولادي. تمام. انا عندي الاثنين. تمام. وبعد هنبدا بايه معانا؟ تعالي حته زي دي اولادي. اولادي ده ميلتون تبطين. دي مقاس لارج برضو، مقاسات جميله جدا برضو. حلو حلوه قوي، وعندي منها الوان كتير والخامه كل الالوان بتاعتها موجوده. وعامله كام دي برضو يا فندم؟ دي 60 جنيه. طب افرجيها بس، ياخدوا عليها سكرين. دي هتبقى 60 جنيه، ده للجمله. قطاعي 65 جنيه زي ما اتعودنا هنا. السعر تحت ال 100 هيزيد 5، فوق ال 100 يزيد 10. دي هتبقى 60 جنيه جمله، 65 قطاعي. تمام، في ايه معانا تاني؟ ومعايا حاجه زي كده برضك، بس دي بقى ايه؟ دي في اكبر مقاس فيها. تمام، يعني اللي فاتت دي اكبر مقاس فيها. دي اصغر. ده الاصغر. دي اصغر مقاس في اللي فات. ودي اكبر مقاس. ده الدبل اكس يا جماعه. عامله كام دي برضو؟ دي بتاعت الاولادي. ديت عامله برضك 60 جنيه. دي هتبقى ب 60 جنيه جمله. بيبقى لارج لغايه 2. انا واللارج لحد 2. احنا شفنا اصغر مقاس وده اكبر مقاس. دي هتبقى عامله 60 جنيه للجمله، 65 جنيه قطاعي. بالظبط. تمام كدا. وكل موديل بالوانه يا جماعه عشان وقت الفيديو ما يطولش. كل الالوان، فعشان كده بقول لك بوريك الاشكال كمان. تمام. اشكال في اشكال يعني تانية مختلفه. بالظبط. بص التبطين من جوه ما شاء الله عليه كده كمان اهو. تمام. ودي معاك اللارج. اللارج ده اصغر مقاس. تمام. في معانا تاني ايه؟ ومعاكي برضو دي برضك نفسها. عايزه اقول لكم تحفه، افرديها لنا من فوق كده. ايه؟ اي بصي، عايزه اقول لكم دي قطعه تانية فوق القماش، مش طبعه. لا مش دي قطعه تانية. حلوه قوي قوي. وبص التبطين ده اكس لارج، ده المقاس الوسط بين الاثنين اللي شفناهم. ده برضو يبقى عامل كام؟ معاكي اللارج والاكس والاثنين. تمام، ده عامل كام؟ ده الوسط يا جماعه. اه برضك 60 جنيه. ده هيبقى ب 60 جنيه بس جمله، قطعي 65. تمام، بصوا اهي، دي هتبقى ب 60 جنيه للجمله، 65 قطع. والجمله بتبدا من اول ثلاث قطع سريعات سريع على بعض ونفس اللون. ايوه، واحنا بنزود 5 جنيه على الاقل من 100، وبنزود 10 جنيه على ال 100 على الاكثر من 100. اه على الاكثر من 100. فطبعا تمام. اللي بيجي يتكلم معايا يقول لي انت مثلا بتزودي ولا ما بتزوديش، فانا لازم انا ازود. ما انا تمام. مش هديكي زي برضه، مش هيدي زي الجمله. تمام، اللي بيجي يقول اصل انا هاخد حته من دي وحته من دي يبقوا ثلاثه. لا مش جمله، احنا كده جمله يا جماعه. انتوا بتاخدوا 3 يعني ثلاث قطع زي كده بمقاساتهم بالوان بلونهم لون واحد بمقاساتهم. تمام، ومعاكي برضو حته زي كده كبشو. ايه الشياكه دي؟ تحفه. انا عايزه اقول لكم جوه تبطين بطانيه شكلها تحفه. ودي مقاس اللارج، يعني في اكس و2 اكس، ده اصغر مقاس فيها. صح كده. عامله كام دي برضه؟ 65 جنيه. دي 65 جنيه جمله. اه يبقى 70 جنيه قطاعي. تمام، 65 جمله و70 قطاعي. تمام، في ايه تاني معانا؟ الوانها متاحه برضه يا ايه؟ اه، وعندك دي برضك زيها وهي بص نفس التبطين. عايزه اقول لكم في اشكال كتير جدا الجمال ده. افرديها لنا من فوق يا ايه. دي برضه هتبقى ب 65 جنيه. جيب مرفوع. واو، دي جيب من هنا. بصوا زي ما انتم شايفين دي جيب مختلف خالص. جيب مختلف خالص، وبرضه نفس السعر ونفس كل حاجه. دي برضه هتبقى ب 65 جنيه جمله وب 70 جنيه قطاعي. تمام، في ايه تاني معانا؟ معانا برضه اطفال. تمام، بيبيهاتي جميل جدا. شياكه قوي قوي وتبطين ووبره. الشياكه دي عامله كام دي برضو يا ايه؟ دي عامله 55 جنيه. 55 جنيه جمله. 55 جنيه قطاعي. دي هتبقى ب 55 جمله و60 جنيه قطاعي. جميله وخروج بالوانها قوي وحلوه قوي. لا الملتون كمان بيدفي الاطفال وحلو قوي. ودي برضك مش من النوع اللي هو بيوبر ولا يعمل ولا الكلام ده. لا لا، في ايه معانا تاني بيبيهات؟ بصي وادي حته، ومعاكي حته زي دي الكبشو برضك بتاعها حلو قوي. دي كبشو برضك 60. كبشو مبطن كمان وجميل. وهنا كلها ملتون، يعني بصوا معانا تبطين كلها. وده شغل تطريز برضو حلو قوي. تطريز مش اللي هو. تمام، اعدلها لنا. دي عامله كام برضو يا ايه؟ ديت عامله 60 جنيه. 60 جنيه. 60 جنيه. جمله. قطاعي 65. 65. 60 جنيه جمله، 65 قطاعي. تمام، في ايه تاني معانا؟ ايه؟ ومعايا حاجه برضو عامله 70 جنيه. تمام. بصي كده. بصوا ده
بس بتقول لنا ياخدوا عليه سكرين. بصوا ده هيبقى ب 70 جنيه جمله 75 قطاعي. انا بركز لكم على سعر الجمله والقطاعي عشان بس ما حدش يختلط على الامر ولا تقولوا ان هنا حد بيزود عليكم. بصي جميله قوي ده اللارج بتاعها. ايوه كل ده يا جماعه اطفالي من اول بيبات موجود لحد المحيه تمام. في ايه معانا لغايه 16 سنه كمان تمام. في ايه معانا تاني ايه ومعايا برضك الحته دي برضك ب 70 يعني دي بكبشوه ودي من غير سوسته. بص دي مقفوله ودي من غير سوسته طبطين حلو قوي قوي. اقفلوا لنا تاني ياخدوا على سكرين يا ايه. اوعي كده اهو افرجي بقى حاجه زي كده قلنا هتبقى ب 70 جنيه ب 70 جمله وقطاعي 75 جنيه تمام. في ايه تاني معانا ايه؟ بصي بقى معاكي حته زي دي جميله قوي تحفه قوي. عايزه اقول لكم شكلها حلو قوي بتاع دوت قطيفه. البطانه بتاعتها عامله زي القطيفه مش قطيفه هي عامله زي القطيفه ماشي بس يعني الملتون بتاعها ناعم قوي. ناعم قوي مقرب للقطيفه بس هي مش قطيفه. والطبطين بتاعها تحفه حلو قوي. لا انا عارفه عشان ما يجوش يقولوا قطيفه وهي مش قطيفه. حاجه زي كده عامله كام قلنا؟ دي عامله 80 جنيه. 80 جنيه ده جمله قطاعي 90 قطاعي 85 يعني دي هتاخدوها ب 80 جنيه جمله قطاعي 85 تمام. تاخدي السري بتاعها 2 بس 2 مش 3 بس مقاسين صح وسمول ميديوم وسمول دي سمول تمام حلو قوي. الاوف وايت ده ثابت وده اللي بيتغير اللون اللافندر ده اللي بيتغير تمام. في ايه معانا تاني ايه؟ ومعانا حاجه عامله 90 جنيه برضه. بصوا الشياكه دي جميله برضه. بصوا الجمال ده حلو قوي قوي قوي. وطبطين برضه كله مبطن كل الملتون اللي هنا مبطن خروج ما يوبرش ايه. لا لا لا, لا حاجه لا زي كده ثبت لنا ما خدوش السعر كدا. حاجه زي كده هتبقى بكام قلنا؟ هي هتبقى عامله 90 جنيه. 90 جنيه يعني ده قطاعي 95 دي هتبقى ب 90 جنيه جمله 95 قطاعي تمام. في ايه تاني معانا؟ ومعايا حاجه برضه نفسها برضه فماني. نفس السعر برضه أيوة. بس شكل تاني خالص شكل تاني. دي برضه هتبقى ب 90 جنيه جمله 95 قطاعي. كل ده يا جماعه كل ده انا عندي منه اشكال بس انا ما انا عايزه اقول لكم ده يمشي كمان سويت شيرت ويمشي جاكيت تحته اندر شيرت كمان يبقى حلو جدا هيبقى تمام. في معانا تاني انا عندي موديلات كتير وحاجات تمام بس عشان وقت الفيديو بنوريكم بس ايه عينات حاجه زي كده زي كده برضه. دي بقى كشمير انا عايزه اقول لك تحفه تحفه طبعا انت عارفه الكشمير كشمير خطيره قوي خطيره حلوه جدا تمشي خريفي وتمشي شتوي معاكي. دي هتبقى عامله كام؟ 95 95 جنيه بس ده جمله قطاعي هتبقى ب 100 جنيه. طبعا 95 جنيه جمله قطاعي 100 جنيه تمام حلو قوي. واجي معانا برضك حته كبشوه برضك ب 95 جنيه برضو. نفس السعر برضو دي برضو هتبقى بروف بقى. انا عايزه اقول لكم دي جاكيت اصلا ثبتي ناخد السعر وبعدين نفتحه ايه. بصي ده هيبقى ب 95 جنيه جمله قطاعي 100 جنيه تمام كده تمام. بصوا معانا ده ووتر بروف من بره وجوه تبطين برضو معانا يعني بصوا معايا تبطين حلو قوي قوي برضك الناعم مش اللي هو بتاع ده هي ناعمه لدرجه ان انت تحسيها قطيفه بس دي تبطينه الملتون العاديه. انا ما كنتش اعرف هي اللي قطيفه. ماشي تمام. في ايه معانا تاني؟ ومعانا حاجه زي كده برضك عامله 100 حاجه جميله قوي قوي. ايه الشياكه دي ايه؟ بصوا ثبت لنا دي هتبقى عامله 100 جنيه ده قطاعي جمله قطاعي تبقى ب 110 عشان بعد ال 100 بتزيد 10 تمام. يعني دي هتاخدوها لو هتاخدوها جمله هتبقى ب 100 جنيه القطاعي هتبقى ب 110 تمام. في ايه تاني معانا؟ دي تلبس محيرات لغايه دي تلبس دي دبل اكس 16 سنه دي تلبس. يعني انا عندي 22 سنه ولا 21 سنه لسه ما اعرفش تمام. المهم بصي تلبس ايه اصلا؟ تسلم ايدك ايه؟ انا صغننه اصلا. في ايه تاني معانا؟ ومعانا حاجه برضك دي عامله برضك 100 جميله قوي. دي هتبقى عامله 100 جنيه برضو بس للجمله. بصوا دي هتبقى ب 100 جنيه جمله 110 قطاعي تمام. ومعايا برضك شاجت انا عايزه اقول لكم ده برضو يلبس محيرات قوي قوي حلو قوي قوي جدا. بصوا ده تطشين فايبر من هنا ووتر بروف من بره شكله حلو قوي. ده سعره كام الاول؟ دوت عامل 120 جنيه. 120 يعني قطاعي ب 130؟ يبقى قطاعي ب 130 تمام. ده ب 120 قطاعي 130 تمام. تستنى حاجه نضيفه قوي برضه. عايزه اقول لكم يمشي سويت شيرت ويمشي جاكيت. لا هو يمشي خروج هو كله خروج كل اللي انا بس بقول يمشي ممكن يمشي سويت شيرت وممكن يمشي كمان جاكيت تمام. في ايه معانا تاني؟ ومعايا برضه حاجه برضه كشمير. طبعا انا بعشق الكشمير بصراحه. كشمير خامه تحفه. عامل كام ده برضه يا ايه؟ برضه محير عامل 100 برضه 20 جنيه. 120 جنيه للجمله 130 قطاعي. عايزه اقول لكم تحفه طباعه من على الايد وشكله حلو قوي قوي. الوان كلها متاحه تمام حلو قوي. تسلم ايدك. في ايه معانا تاني؟ ومعايا برضك حته صغنونه كده بقى كشمير برضو. كشمير تحفه حكايه برضو دوت محيراتي بس دي لارج دي 2 اكس. ده 2 اكس يا جماعه المقاس الكبير وده اللارج وده اللارج. قلنا ده برضو ب 120 ده ب 120 جنيه برضو. 120 جنيه جمله 130 قطاعي يا جماعه
بالظبط. عايزه اقول لكم تحفه حلوه قوي قوي، حلوه قوي، وكمان عليها اي باب جاي اللي عايز. تمام، تسلم ايدك، حلو جدا. نكمل معانا. دي بقى اولادي عشان انا عرضت المحيره، المحيرات دي لاولادي. عامله كام دي برضه؟ لاولادي عامله 110. 110 جمله. قطعي 120 عشان فوق ال 100 تزيد 10 يا جماعه. بالظبط. عايزه اقول لكم الخامه دي تحفه، حكايه شكلها حلو قوي. دي اللي هي الكشمير اللي مايله للقطيفه شويه، حلوه جدا. دي هتبقى ب 110. الجسم كده وبتخلي العين متدفي، جميله قوي. دي هتبقى ب 110 جمله، 120 قطاعي. تمام، معانا ايه تاني؟ ايه الحته دي برضو بيتي بقى ينزلوا بيها، يروحوا. حلو قوي، حلوه جدا على شروال برضو هتمشي، وسعرها تحفه. عامله كام دي؟ جميله قوي. قولي انت عامله كام؟ لا مش عارفه اقول. انت دي مثال. لا. دي برضه ب 55 جنيه. 55 جنيه يعني قطعت تبقى ب 60 جنيه. وكمان دي محير مش اولادي. دي محيرات ب 55 جنيه جمله، 60 جنيه قطاعي. ده اول مقاس. اول مقاس. يعني لسه في مقاسين اكبر من دي؟ اه في مقاسين اكبر. بص القطعه دي في مقاسين اكبر منها لحد المحيرات، عامله 55 جنيه جمله، 60 جنيه قطاعي. جمله 60 جنيه. تمام، حلو قوي. بص عندي برضو حاجه زي البرش دوت مثلا خليفي برضو ينزل دي. تمشي خليفي معاكي، تمشي اندر شيرت حلو جدا على برضو. تحت جاكيت برضو هيمشي معاكو، عامله زي ما كنت تحتها برضو زي شميس كده اندر شيرت حلو جدا. عامله كام دي برضو؟ 55. دي برضو 55 جنيه، ده جمله 60 جنيه قطاعي. انا بنوه عشان ما حدش يفتكر السعر ده هو اللي بيبقى قطاعي، ويقول ان احنا بنغير في الاسعار او حاجه. تمام، دي بردك اللي احنا وريتك منها بردك المحير، والاولاد دي بردك. تمام، في منها البيبيهات، منها البيبيهات. الجمال ده بصي جميله خالص، مسكها لنا من فوق يا ابان معانا. ايه الشياكه دي؟ معاها كمان كابتشو. ده دوت اللي لابس. عامله كام دي؟ دي ب 60 جنيه. دي هتبقى ب 60 جنيه. 60 جنيه بس. 60 جنيه ده للجمله؟ للجمله 65 جنيه قطاعي. 65 جنيه. تمام، في ايه تاني معانا؟ ايه؟ بصي معانا، بصي بقى الحته دي جميلة قوي قوي قوي. الجمال ده، دي خروج خلاص، عايزة بنطلون جينز للأولاد وتمام قوي على كده. حلوة جدا دي، دي تعتبر صوف يا جماعة، حلو قوي. دي غسيل ولبس بقى زي ما بيقولوا. دي كشمير بس، لا دي عارفة لا صوف، صوف طري. عارفة الهيكول؟ اه اه تمام. خامة الهيكول جميلة، حلوة قوي، عاملة زي الصوف الطري بين الكشمير. لا قوي قوي قوي. دي اللي هي الخامة العجينة في الحريمي، بيتقال عليها الخامة العجينة. تمام، عاملة كام دي؟ ديت عامله 65 جنيه. 65 جنيه ده جمله؟ اه. قطاعي 70 جنيه، يعني دي ب 65 جنيه جمله، قطاعي 70 جنيه. تمام، في حاجه معانا تاني؟ حته كشمير اخر حاجه بقى اقفل معاكي بيها الفيديو. بس عايزه اقول لكم مش دي كل الموديلات الموجوده، في موديلات كتير جدا جدا بس عشان وقت الفيديو. انا عندي موديلات كتير بالهبل بس انا برضك عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. لينك التليجرام نازل عليه الشغل ده. نازل عليه كل الشغل ده ونازل والشغل اللي احنا ما صورناهوش كمان هتلاقوه موجود على التليجرام. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق ان شاء الله. حاجه زي كده عامله كام دي؟ دي بقى عامله 80 جنيه. 80 جنيه ده جمله؟ 90 جنيه قطاعي. الحاجات دي لا بقى مش 90 جنيه قطاعي، ده 85. سوري انا اللي بغلي عليكم معلش. دي هتبقى ب 80 جنيه جمله، 85 جنيه قطاعي. بس عايزه اقول لكم دي تحفه تحفه، ولو هتتلبس كمان على على بليزر في الخروج، على بنطلون تحفه، على قميص شياكه كده. تسلم ايدك يا ايه، تعبتك معايا. احنا النهارده كنا عند مكتب المحترم، الله يخليك يا حبيبتي. بصوا كل اللي شفناه النهارده كان اولادي من اول بيبيهات لحد السن المحير، موجود عندهم شغل اكتر من ده. حابين تشوفوه ادخلوا لينك التليجرام الموجود في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. بس قبل ما اخلص بقى تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل. احنا واقفين دلوقتي قدام دخله المسكي الاول في اول شارع الجيش. هتركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه وهتسالوا على شارع الجيش. قبل ما تدخلوا شارع الجيش هتلاقوا دخله المسكي الاول بين العمارتين اللي انا وقفت لكم عليهم دول، وعلى اول شارع الجيش كمان ده كوبري الازهر زي ما انتم شايفين كده. انا هديكم علامات مميزه للي جاي هنا من اول من محطه مترو العتبه، واللي جاي من مترو باب الشعريه هيجي من اتجاه شارع الجيش زي ما انتم شايفين من هنا كده. هيجي برده ويطلع لحد اول شارع الجيش، ده اللي جاي بقى من مترو باب الشعريه، هيجي ويفضل مكمل لحد اول شارع الجيش. على اول شارع الجيش هنلاقي دخله المسكي الاول بين العمارتين دول. انا هوديكم لحد المكان بكل سهوله ان شاء الله. هندخل مع بعض كده الشارع وهديكم علامات مميزه لحد ما نوصل للمكان ان شاء الله. هندخل كده ده لدخله المسكي الاول وهنفضل مكملين، هنمشي على طول مش هنحود لا يمين ولا شمال، وهديكم علامات مميزه لحد ما نوصل لحد المكان. هنكمل ونفضل ماشيين على طول زي ما انتم شايفين كده. هيقابلنا برضو ده محل بتاع عمارة مول محمد عبد الحي، دي برضو عملنا منها جولات عند مكتب الصياد، أسعاره تحفة بصراحة. وهنا كمان هنقابل نور على نور. أنا كل ما هلاقي علامة لمحل أو علامة مميزة اسم محل هدولكو عشان توصلوا بسهولة وما تسألوش أي حد. هنكمل وهنلاقي كمان بازار أطلس، هنكمل ونمشي بعده.
احنا مش هنحوت خالص، ده اسمه الموسك الاول مش الموسك التاني، عشان ما حدش بس يختلط عليه الامر. اقرب محطه مترو هتبقى العتبه او باب الشعريه. المايسترو بقى كلنا عارفينه، وعملنا منه جولات حلوه واسعاره حلوه جدا. استقبال، انا صورت لكم العنوان عشان ناس كتير قالوا لي يا ام مكه بيصوري العنوان بيسهل علينا. هنقابل كمان محل نص الدنيا في السكه واحنا ماشيين كده. المحل ده بقى فساتين سواريهات وافراح وكل حاجه. وده كمان الحاج تامر السوري، عملنا منه جوله قبل كده برضو اطفال، عنده تصفيات حلوه جدا. هنكمل ونمشي بعده برضو زي ما انتم شايفين كده. احنا مكملين وما حاولناش خالص زي ما انتم شايفين، هنكمل مع بعض للاخر، وانا مهديه الفيديو كمان عشان توصلوا على طول. هنقابل كمان ده ساره، محل ساره برضو، ده لانجري وبيتسي. هنكمل ونفضل ماشيين زي ما انتم شايفين كده. بصوا هنا كمان، ده اولاد الشيخ، ده برضو عبايات استقبال وعملنا منه جوله قبل كده برضو، اسعاره كويسه وخامته حلوه. هنكمل برضو معاكم زي ما انتم شايفين كده، هنفضل ماشيين على طول، احنا ما حاولناش لا يمين ولا شمال. انا هوديكم للمكان بكل سهوله ان شاء الله. هنكمل ونمشي زي ما انتم شايفين كده معانا. هناك بقى شارع الموسكي ده هتلاقوا بقى مفروشات ملابس كاجوال وبيتي واطفال. ده زهور الموسكي اسعاره تحفه، عملنا منه فيديوهات وان شاء الله قريب اعمل لكم تصفيات من عنده برضو، اسعاره حلوه. والشارع اللي جنبه ده الضرب الجديد برضو، اللي حابب يروح عند رمضان كيخش من هنا. هنكمل ونمشي، كل ما الاقي علامه مميزه او مكان ما تعرفوش بقول لكم برضو احنا شغالين في الفيديو. هكمل معاكم ونفضل ماشيين على طول كده، احنا يا دوب قربنا يعني. هنكمل ونمشي لحد ما هنلاقي ده فتحه خير. فتحه خير ده بتاع شنط واحذيه. العماره دي بقى اسمها عماره العوامري، العماره دي بقى اللي هتطلعنا ان شاء الله مكتب المحترم. هنفضل ماشيين لحد فتحه خير زي ما انتم شايفين، والعماره دي اسمها عماره العوامري في الموسكي، عشان في عماره العوامري في الشواذليه عند محمود الطبيب اللي بنعمل لكم من عنده فيديو جولات عبايات. هنطلع هنا بقى عماره العوامري اللي في الموسكي كده زي ما انتم شايفين، اللي تحتها فتحه خير للدور الثاني علوي. هنقابل كمان مكتب ملابس زي ما انتم شايفين كده. بصوا هتلاقوا اليافطه بتاعت احمد بندق على السلم. هنكمل مع بعض زي ما انتم شايفين لحد ما هنطلع المكتب. خلاص كده وصلنا والمكتب في وشنا، ده اللي عملنا منه الجولة. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.